حادث تصادم مريع بمنطقة المنيا في الطريق الصحراوي الغربي قرب بني حسن أسفر عن مصرع 5 أشخاص و15 وإصابة 15 آخرين. الإصابة عبارة عن عربة ربع نقل انقلبت بهم في الطريق، وسرعان ما أبلغ شرطة المنيا وتوجهت عربات الإسعاف وأنقذت المصابين إلى مستشفى المنيا. وفي حال المزيد من الأخبار سنوافيكم أكيد.